السؤال الرابع يقول: ما هي الحجامة وما حكمها؟ وهل فعلها ينقض الوضوء ويفطر الصائم أم لا؟ الحجامة نوع من العلاج، وهي استخراج الدم بواسطة المحجم، وهي تفطر الصائم على الصحيح من قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة تفطر الصائم على الصحيح من قولي العلماء لهذا الحديث ولغيره. وكذلك هي تنقض الوضوء، إذا خرج بها دم كثير فإنه ينقض الوضوء أيضا. نعم.